عندنا هنا سؤال مهم احتمال يجي كسؤال ثالث شرح، يقول why trifthong، لماذا الإدغام الثلاثي؟ are difficult، جدا صعب، to learn for foreign learners، المتعلمين الأجانب. ليش صعب هو trifthong؟ ليش صعب؟ ليش difficult للمتعلمين الأجانب foreign learners؟ أول سبب هنا نقطتين تكتبين هي هذا الاثنين. The extent يعني المدى، مدى شنو؟ مدى اتساع المجال اللفظي للحرف الفاول. The extent of the vowel movement، حركة الحرف العلة، المدى مالها extent، المدى يعني very small، جدا صغيرة. In present day، في الوقت الحاضر. In present day يعني بالوقت الحاضر. سبب الأول عيده، مدى حرف العلة اللفظ ماله يكون very small، جدا محدود بالوقت الحاضر. بالإنجليزي the extent of the vowel movement، حركة الحرف العلة، very small، جدا محدودة أو صغير المدى مالها. In present day في الوقت الحاضر في اللغة الإنجليزية. يقول the extent become wide، ربما المدى مال الحرف، يعني تشوفين مدى ومدى بس ما قاعد تفهمين، يمكن راح أعطيك مثال. مثلا من أقول كلمة I بسرعة تخلص، المدى مالها قصير، لكن بالترفثونج جدا يعني صعب. بالترفثونج إذا تحطين مثلا ثلاث أحرف، مثلا بلاير هاي مو ثلاث أحرف، المدى مالها يكون very small، جدا صغير. small يعني مثلا بين ما تقولين إياه ما عندك مجال لفظي، لكن إذا pronunciation careful، لكن إذا لفظتين بدقة، يعني شنو careful pronunciation؟ اللفظ الدقيق، مثلا ما قلت بلايا، على كيف تلفظيها، إذا على كيف تلفظيها راح تميزين إنه هذا إي هذا آي هذا شوا، لكن إذا ربط لي لفظتيها على السريع راح تقولين بلايا، ما راح يصير لك مجال إنه تميزين هذا إي آي إي. هو هذا الإكستنت، المدى. الإكستنت يعني مدى حركة، يعني حركة انتقال العلة من واحد إلى آخر تكون very small، جدا محدودة. يعني لأن هو شنو يلفظ ربط لي بسرعة، فتكون الإكستنت المدى مال الحرف العلة very small، جدا صغيرة، فما تميزين، تكون difficult بالنسبة للمتعلمين الأجانب، تكون difficult صعبة. يقول the extent becomes wide، ربما يصبح مدى حرف العلة wide، يعني مو محدود، يكون بمجال، يعني عريض wide أو متسع، يعني wide enough بمتسع مجال. only in careful pronunciation، فقط في اللفظ الدقيق. careful pronunciation لفظ دقيق، يعني شنو اللفظ الدقيق؟ هسه من قلنا كلمة مثلا lower، محامي lower هاي ال ER هذا EAR lower، نشوفه شلون نكتب lower، هنا ال EAR هاي OAR هذن الثلاثة هاي، إذا لفظناهن لفظ مثلا على كيفنا، مثلا قلنا لاير على كيفنا، هذه يسموه careful pronunciation لفظ دقيق، على كيفي الفظه. يقول لك راح يكون وايد المدى مال الاكستنت، راح يكون وايد، راح يكون متسع في اللفظ الدقيق. هاي احتمال جيب لك كفراغ، مثلا يبدي الجمله يقول the extent المدى becomes wide، يصبح عريض بشنو او متسع بي، بالcareful pronunciation، هذا يجي كفراغ او صح وخطا، مثلا يوخر لك الcareful pronunciation، يحط لك in present day في الوقت الحاضر. من يحط لك بالوقت الحاضر؟
تحطين غلط، لأن ما يكون very small بالوقت الحاضر، لأن شنو بالعصر السرعة صار الكلام بسرعة، فيكون المدى very small. لكن إذا careful pronunciation اللي لفظنا بدقة راح يكون المدى شبيه وايد متسع، وهاي هم احتمال تجي فراغ. إذا ما جابها كشرح احتمال يجيبها كفراغ أو صح وخطأ. يقول the excitant of vowel movement، حركة الحرف العلة فراغ، هذا يجيب لك فراغ. in a present day في الوقت الحاضر شبيه very small، جدا يعني ضيقة، أو مثل ما نقول المدى مالها صغير. فعندنا هنا الريفثونج عكس الدفثونج، يقول لك results النتيجة مال هذا اللفظ is that the second vowel الحرف الثاني شبيه and triphthong difficult to hear، ما ينسمع، صعب انه تسمعي. مثل ما قلت لك مثلا هذا الحرف اللي بالنص اللي الاي، تشوفين الاي اليم الاو ويم الشوال اي، هذا يقول لك ما تسمعي، difficult to hear ما تسمع، من تقولين لايا ما تقدرين تعرفين انه هذا الاي، ما تسمع الاسن لايا ما راح تسمعين الاي. فيقول difficult to hear the second vowel الحرف الثاني بالتريفثونج يكون difficult to hear ما تقدرين تسمعين. and distinguish وتميزي، ما تعرفين اذا كان هذا الحرف اللي بالنص اي او اي او يو، ما راح تميزي، يكون not distinguish. وهذا نعتبره ايضا نتيجة، هاي كيوز نتيجة result نتيجة لهذا السبب، لهذا السبب انه هو الاكسنت، هو السبب الاكسنت المدى. يقول the accent become wide enough in careful pronunciation the result that، وهذا ما ينتج عنه the second vowel and triphthong very difficult to hear، من الصعوبة أن تسمعي أو distinguish تميزي of the diphthong من الدفثونج، تميزي من الدفثونج، يعني ما تقدرين تميزين التريفثونج من الدفثونج من خلال الصعوبة مع سماع الحرف الثاني. عندنا does the triphthong contain one or two syllables؟ does، هل من الممكن التريفثونج contain يحتوي على one or two syllables، مقطع أو مقطعين في كلمة fire؟ fire شلون تنكتب؟ fire هذا triphthong. نقول one or two syllables، مقطع او مقطعين، احنا طلعناها بالشجره بها مقطعين، خلينا نشوف الشجره هنا موجوده، الشجره لا يمكن ما موجوده، بس بالكتاب موجوده هذا التريفثونج، هذا التريفثونج. نشوف عندنا كلمات بها، مثلا اذا يجيب لنا اختيارات، مثلا ينطينا هذه وينطينا ثلاث اختيارات، يقول هاي وين موجوده بها كلمه، وينطينا من ضمن الاختيارات مثلا مور لور، او ينطينا ايه هذا ويعطينا من ضمن الاختيارات باور اور، تعرفين ان من تختارين، تلقي نظره وبس دحقي. عندنا هاي الفاير اللي اقول لك عليها، عندنا فاير ولاير، شنو مالتهن التريفثونج الرسم الصوتي مالهن اي اي والشوا، مو قلنا الار تنقلب الشوا، وهاي الاي تنلفظ اي اي، يعني هي الاي دائما من نجي الفظها اقول اي اي، والار حذفناها كتبنا شوا، فنتج عنا اي اي شوا، اي اي شوا، هاي مال فاير، هي هذا يتكلم عنها. يقول كم مقطع بيها اللي هي اثنين، اذا حطيناها على الشجرة على السلايبل راح تصير مقطعين. هنا أنا هذا الجدول أعلمكم عليه هسه على السريع، عندنا هاي الإي، وين تلفظ الإي؟ تلفظ إي يقولك بالأوبن ميد، يكون الفم الكلوز ميد، بين الأوبن ميد وبين الكلوز ميد، يعني بالوسط. عندنا هنا أنا الإي
يكون هذا الوصف مال الفم مفتوح، لكن الاي عندنا بالمرتفع اللفظ. يعني هذا ليش الاي بالمرتفع؟ يعني يصعد على كلوز بعدين يرد ينزل على الوسط، لان الشوا سنتر، الشوا سنتر على الوسط. وهذا شنو الشكل؟ هذا معناته لسان. قاعد تشوفيه وما قاعد تفهمين، هذا الشكل معناته هذا اللسان، هذا اللسان، هذا اللسان. بالأعلى هذا يسموه كلوز، يعني العالي. كلوز يعني قريب على اللهات. شنو معنى كلوز؟ يعني قريب على اللهات. هاي اللهات، هذا الوسط مال اللسان يسموه سنتر. هاي بداية اللسان يسموها فرونت. هاي الشعب مال اللسان، الجذر مال اللسان يسموه الباق، الخلف. بالباق عندنا يلفظ يا حرف يلفظ الأو، فراح تقولي لها ليش هنا أنا كاتب لي الآي والأي هو بالباق؟ هاي لا، ما كاتب لك الآي إنه هنا. تشوفين هذا الخط الجارة، جارة وين؟ على هاي النقطة. هاي شنو هي النقطة هنا؟ الآي، هاي هنا الآي، هنا هذا الآي بالفرونت وبالكلوز. هسه راح أوضح لك أكثر بالجدول. هسه طلع لك الجدول هذا، تعال شوفي. الآي كلوز وفرونت وانراوندد، الشفة تكون انراوندد. إذا هذا اللسان مثل ما قلت لك، وين الفرونت ماله؟ هذا، هذا الفرونت الأعلى. الكلوز يعني عالي، هو هذا حرف الآي الوصف ماله. هسه طلعت لك إياه. إذا عندنا دفثونج مثلا أو وآي وسنتر، إيش راح يصير الرسم ماله؟ يصعد على الآي بعدين ينزل على السنتر. السنتر اللي هو هذا وسط اللسان نسميه إحنا سنتر، اللي هو إيه هذا، هذا سنتر، هذا سنتر. يعني هذا شنو الشوا هاي الكاتبها هنا؟ من هنا ينزل الصوت، يعني لسانك ينطبق على لهاتك، تلفظين الآي بعدين لسانك ينزل من لهاتك يصير بوسط الفم تلفظين الاي، اي. والاو من تلفظي الاو؟ نجي على الاو نشوف من يلفظ الاو. هذا الاو، هذا الاو. كلوز باق، بالباق بنهايه اللسان يلفظ ويصير راوند، الشفه تكون مدوره. فهذا الباق، هذا هنا يلفظ حرف الاو، هنا يلفظ حرف الاو. يعني أول شيء من الباق للسان يكون عالي على اللهات تلفظين أو، بعدين يعلى ويطلع لي قدام، أم تلفظين الآي يطلع لي قدام يلامس اللهات يصير فرونت وكلوز بالآي، بعدين يرد ينزل وين اللسان يتهدل يصير بالوسط. شلون يصير بوسط؟ يعني هذا الحلق اللسان مرة يصعد هنا، مرة يرجع لي ورا يرفض الأو ويكون عالي منه، وبعدين يرجع يصير بالمتوسط هنا يرفض الشوا اللي هي إيه. هي شنو الأصل للشوا؟ معنى يلفظ كحرف أي، ومو أي بس، يلفظ كحرف أي للشوا. إيه يعني الأي والشوا اثنين هن ياخذن السنتر الوسط. نشوف نتأكد الإيه، الاي بالباق مال اللسان، هذا الفرونت اوبن، الاي بالباق مال اللسان ايضا، الاي بالباق مال اللسان. فهنا هسه عرفتي شلون لفظة الاو والاي والشوا. وليش هذا صار هيك مثلث؟ هذا اول ما يبدي بالاو من نام الباق، بعدين يصعد على الفرونت والكلوز العالي، بعدين يرجع السنتر بالشوا. راح اوضح لك اياه اكثر. هنا الشوا، هنا الاي، وهنا الاو. او اي شوا، وهاي هنا كتبناها او اي شوا. نجي على الثاني، هذا اي من السنتر بدينا نلفظه، بعدين صعدنا على اليو. اليو من اللفظ مالها؟ نرجع نشوف اليو، هذا اليو، اليو من اللفظ، هذا مو الطويل العادي، هذا اليو الطويل يكون من الباق.
وكلوز عالي، لازم باق وكلوز، لأن أكو باق سنتر وأكو باق لاو، لو وأكو باق كلوز، فاليو يكون عالي من الباق، اليو أيضا يكون عالي، هاي اليو وهاي اليو يكون من الباق ويكون كلوز عالي، هاي الباق يكون عالي، هاي شوفوا إذا تشوفين هاي أول شي من السنتر شواه، وبعدين صعد على الكلوز والباق، بعدين رأس نزل على السنتر، ليش؟ لأن عندنا هنا سنتر وهنا سنتر، هو هذا بس، هو هذا ما جايبه للمساء الرسم، وأنا سألته قلت له هذا الرسم جبته؟ قال لا ما جبته، بس هم ما أكد عليه، أنت تريدين ألقي نظرة افهمي، وبعدين الله كريم.